بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر محمد من قناة تأسيس سليم. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الدرس السادس الوحدة الثالثة بعنوان كم تستغرق من الوقت، وهنبدأ مع بعض باستكشف وتحليل الأخطاء. قلنا قبل كده استكشف بيجيب لي مسألة حلها الطالب وحل منها جزء صح وجزء خطأ، وبستخرج منه الجزء الصحيح والجزء الخطأ وبحل المسألة بطريقة صحيحة. فالمسألة بتقول لي تستغرق داليا ساعتيا و15 دقيقة في القيادة للوصول إلى منزل جدتها. يعني داليا بتركب العربية بتاعتها وبتطلع من بيتها لحد بيت جدتها، بتستغرق ساعتيا و15 دقيقة. فبيسألني هنا ما عدد الدقائق المستغرقة في القيادة، عايز يحول الساعتين و15 دقيقة، عايز يعرف فيهم كام دقيقة. فهنشوف مع بعض إجابة التلميذ. التلميذ هنا قال 2 × 6 بتساوي 12، وجمع 12 + 15 بتساوي 27 دقيقة، وقال استغرق الأمر 27 دقيقة. تعالوا نشوف مع بعض إيه الصح وإيه الغلط وإزاي نحلها بطريقة صحيحة. طبعا الصحيح في إجابة التلميذ إن هو أدرك تحويل الساعات لدقائق، يعني عارف إن هو هيحول الساعات لدقائق، وكذلك برضو أدرك إن في عملية جمع، إن هو هيجمع الدقائق مع بعضيها. يبقى الصحيح في إجابة التلميذ إنه أدرك تحويل الساعات لدقائق وكذلك جمع الدقائق. طب إيه الخطأ؟ الخطأ هنا إن هو قال 2 × 6 بدل ما كان يقول 2 × 60، عشان أحول من ساعة لدقيقة هضرب في 60، فالتلميذ هنا ضرب في 6 وقال 2 × 6 = 12، يبقى كده قال عندي 15 دقيقة + 12 دقيقة تساوي 27، وده طبعا خطأ، كان المفروض يقول 2 × 60. طبعا عشان نحل المسألة بطريقة صحيحة هنخلي 15 دقيقة زي ما هي، وهنحول الساعتين نضربهم في 60، هتساوي 2 × 60 بتساوي 120 دقيقة، وهجمع 120 + 15 تساوي 135 دقيقة، يبقى استغرق الأمر 135 دقيقة. بعد كده تعلم، وبيسألني هنا كانت فرح تتدرب لأجل سباق الماراثون، وكان هدفها هو الركض لمدة 1:30. إذا بدأت الركض في الساعة 8:35 صباحا، متى ستنتهي من الركض؟ طبعا هو بيسألني هنا ان في واحدة اسمها فرح بتتدرب لأجل سباق الماراثون، وعايزة تركض لمدة 1:30. الركض هنا بمعنى الجري، يعني عايزة تجري لمدة 1:30. طيب الركض ده بدأ الساعة كام؟ بدأ الساعة 8:35، عايز يعرف متى ستنتهي من الركض. فطبعا هنا هجمع، هي بدأت الساعة 8:35 صباحا، فانا هجمع هنا الساعة 8:35، هنا نكتبها الساعة 8:35 زائد، وكان هدفها هو الركض لمدة 1:30، يبقى هكتب هنا الساعة ساعة واحدة، وهكتب هنا 30 دقيقة، وهجمع عادي جدا 5 + 0 بتساوي 5، 3 + 3 بتساوي 6. طبعا لو كتبت الستة هنا تبقى 65، وانا ما عنديش اخر الدقيقة، عندي 60، فما ينفعش اكتب هنا 65، فالستة دي هجزئها لجزئيا، هكتبها 6 + 0، وهكتب الصفر هنا، والستة دي هياتها هتطلع في خانة الساعات بساعة، فطبعا هتبقى ساعة زائد 8 ساعات بتساوي 9 ساعات، زائد 1 بتساوي 10 ساعات، يبقى المفروض هي هتنتهي في الركض الساعة 10:05. كل اللي عملته ان انا جمعت الساعة 8:35 ومدة الركض اللي هي 1:30، وجمعت الاحاد مع الاحاد والعشرات مع العشرات، بس طبعا هنا ما ينفعش اكتب الستة جنب الخمسة، لان هنا دي هتبقى 65 دقيقة، واخرنا في الدقائق 60، فكتبت هنا صفر والستة راحت في خانة الساعات بساعة واحدة اللي هي 60 دقيقة، طلعتها في خانة الساعات بساعة واحدة، فبقى عندي ساعة وتمانية يبقى 9 ساعات، وساعة كمان يبقى 10 ساعات. هنفهم أكتر في المسائل الجاية، وممكن كنا نحلها بطريقة أسهل برضو بس مش هتمشي معايا في كل المسائل. هنا عندي 8 ساعات وساعة يبقى 9 ساعات، وهنا 35 و30، يعني هتديني ساعة وخمسة، هنا ساعة وخمسة، وهنا 9 ساعات يبقى 10 ساعات و5. بعد كده بيقول لي حل مسائل الوقت المنقضي، وأول مثال طبعا انا كاتبهم هنا بطريقه راسيه عشان يسهل معايا عمليه الحل.
ممكن تحلهم زي ما هم بالطريقة الأفقية، وممكن تحلهم بالطريقة الرأسية. طبعا هنا خانة الدقائق وهنا خانة الساعات، فبيقول لي ساعة وستة وعشرين دقيقة زائد ثلاث ساعات وخمسة وعشرين دقيقة، هنجمع الأحد مع الأحد، ستة زائد خمسة بتساوي 11، هكتب واحد واطلع بالواحد، واحد زائد اثنين بتساوي ثلاثة، زائد اثنين بتساوي خمسة، وننزل النقطتين زي ما هم بتوع اللي هم الفصلين ما بين الدقائق والساعات، وهجمع ساعة وثلاثة يبقى أربع ساعات. بعد كده مثال رقم اثنين نفس الكلام برضو، أنا كاتبه بطريقة رأسية. هنا بيقول لي ثلاث ساعات وخمسة وعشرين دقيقة زائد خمسة واربعين دقيقة، فكاتب هنا هويت الخمسة واربعين دقيقة تحت الدقائق والساعات تحت الساعات، خمسة زائد خمسة بتساوي عشرة، أكتب صفر وأطلع بالواحد، واحد واربعة خمسة واثنين بتساوي سبعة. طبعا مش هينفع أكتب السبعة، لأن هنا طبعا لو كتبت سبعة هتبقى سبعين دقيقة. طب ما السبعين دقيقة دي معبرة عن ساعة وعشر دقائق، يعني السبعة دي هجزئها لستة وواحد، وهكتب هنا الواحد، والستة دي هتروح في خانة الساعات اللي هي ستين دقيقة، هتبقى بساعة واحدة، فساعة واحدة وثلاث ساعات بتساوي أربع ساعات، أربع ساعات وعشر دقائق. مثال رقم ثلاثة، عملية طرح كتبتهم بطريقة رأسية، كتبت خمس ساعات وثلاثة واربعين دقيقة، وكتبت ناقص ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، ثلاثة ناقص خمسة ما ينفعش، هستلف من الأربعة واحد هتبقى ثلاثة، والثلاثة هتبقى تلتاشر، تلتاشر ناقص خمسة بتساوي تمانية، وثلاثة ناقص اتنين بتساوي واحد، الفاصلة لما بين الساعات والدقائق تنزل، خمسة ناقص واحد بتساوي أربعة، أربع ساعات وتمنتاشر دقيقة. مثال رقم أربعة بيقول لي لدى جنى ومها خمس ساعات لمشاهدة ثلاث أفلام، مدة الفيلم الأول ساعة واثنين وعشرين دقيقة، يعني نكتب مدة الفيلم الأول عبارة عن ساعة واثنين وعشرين دقيقة، والفيلم الثاني ساعتين واثناشر دقيقة، الفيلم الثاني مدته ساعتين واثناشر دقيقة، والفيلم الثالث ساعة وسبعة وخمسين دقيقة، الفيلم الثالث عبارة عن ساعة وسبعة وخمسين دقيقة. بيسألني هل لدى البنتين الوقت الكافي لمشاهدة الأفلام الثلاثة؟ طبعا عشان أعرف في وقت كافي ولا لا، هجمع عدد الساعات بتاعة الثلاث أفلام وأشوف لو هما خمس ساعات أو أقل يبقى في وقت كافي، طب لو طلعوا أكتر من الخمس ساعات يبقى مفيش وقت كافي. هنجمع عادي جدا هنا، اتنين واتنين أربعة، أربعة وسبعة بتساوي 11، هكتب الواحد وأطلع بالواحد، واحد زائد اتنين بتساوي تلاتة، تلاتة وواحد أربعة، أربعة وخمسة بتساوي تسعة. طبعا مش ينفع أكتب التسعة هنا، التسعة دي عبارة عن هجزئها لستة وتلاتة، التسعة هجزئها لستة وتلاتة، فهكتب هنا تلاتة، والستة دي هتطلع في خانة الساعات بساعة واحدة، فهجمع ساعة وساعة ساعتين وساعتين يبقى أربع ساعات، وساعة كمان يبقى خمس ساعات، يبقى الثلاث أفلام هياخدوا خمس ساعات واحد وثلاثين دقيقة، وهو ما يقول لي هم عندهم وقت خمس ساعات، وطبعا هنا هنقول له ليس لديهم الوقت الكافي لأن المجموع خمس ساعات وواحد وثلاثين دقيقة. بعد كده نفس السؤال بيقول لي قررت البنتان مشاهدة أكثر فيلمين فقط، اللي هم واحد كان ساعة واثنين وعشرين دقيقة، والتاني كان ساعة وسبعة وخمسين دقيقة، أكثر فيلمين هم دول. إذا بدأت البنتان المشاهدة في الساعة خمسة ونص مساء، فمتى سينتهي الفيلمان؟ طبعا في الأول عشان أعرف متى سينتهي الفيلمان هجمع مجموع الساعات دول في الأول، وبعد كده هجمع معاهم بداية الفيلمان اللي هي خمسة ونص والمجموع اللي هيطلع من هنا، يعني هجمع اتنين وسبعة تسعة، واثنين زائد خمسة سبعة، طبعا أنا مش هكتب السبعة هجزئها عبارة عن ستة وواحد، فهكتب هنا الواحد، والستة طبعا هتيجي في خانة الساعات بساعة واحدة، فواحد زائد واحد اثنين زائد واحد بيساوي تلاتة، يبقى مدة الفيلمين تلات ساعات وتسعتاشر دقيقة. هم هيبدأوا في المشاهدة الساعة خمسة ونص، وهيستغرق الفيلمين ثلاث ساعات وتسعتاشر دقيقة، عايز يعرف هم هيخلصوا مشاهدة الفيلمين امتى، فهنجمع برضو صفر زائد تسعة بتساوي تسعة، تلاتة زائد واحد بتساوي اربعة،
الفاصلة اللي بين الساعات والدقائق تنزل، 5+3 بيساوي 8، يبقى هم هيخلصوا أو هينتهوا من مشاهدة الفيلمين الساعة 8:49 مساء. بعد كده مثال رقم 5 بيقول لي: خرجت عاملات النمل للبحث عن طعام للمستعمرة، لقد غادرت العاملات الساعة 6:30 صباحا، وعادت الساعة 7:42 صباحا، ما المدة التي استغرقتها عاملات النمل في البحث عن الطعام؟ طبعا هطرح البداية من النهاية، وقت المغادرة من وقت العودة، تمام؟ يعني كاتبهم طبعا أنا هنا بصورة رأسية، هطرح 7:42 + 6:30، وهشوف الناتج هيبقى كام. ف2-0 بتساوي 2، 4-3 بتساوي 1، العلامة أو الفاصلة اللي بين الساعات والدقائق تنزل، 7-6 بتساوي 1. يبقى كده المدة اللي استغرقتها عاملات النمل في البحث عن الطعام 1:12. طبعا هنا في مثال رقم 5 النمل بيغادر، أو لقد غادرت العاملات الساعة 6:30، ورجعوا الساعة 7:42، وهو عايز يعرف المدة اللي استغرقوها في البحث عن الطعام. طبعا هطرح البداية من النهاية، يعني وقت الخروج من وقت العودة، فهكتب هنا 7:42 اللي هو وقت العودة ناقص 6:30 اللي هو وقت المغادرة، فهيديني 1:12، يبقى هم هيستغرقوا في البحث عن الطعام 1:12. بعد كده فكر في تحديد الوقت قديما، بيسألني هنا ازاي كانوا بيحددوا الوقت زمان قبل طبعا طلوع الساعات وطلوع وسائل التكنولوجيا اللي في العصر الحالي. فبيقول لي: تحديد الوقت قديما، الحضارات القديمة كانت لما تستخدم السماء لتنظيم أمور حياتها ولقياس الوقت، فكانوا بيعرفوا السنة هي المدة لما تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس، وكانوا يعرفوا الشهر هو الوقت لما يستغرق القمر للدوران حول الأرض. وطبعا ده كله كلام مكتوب، اللي عايز يقرأ ويطلع عليها يقرأ، لأنه هو مفهوش مسائل عشان نحلها. فهنا طبعا الأسبوع الوقت اللي بين مراحل القمر، اليوم هو المدة لما تستغرقها الأرض للدوران حول محورها، كانوا بيحددوا الوقت هم زمان بالسماء عشان يعرفوا قياس الوقت. فده كلام كله مكتوب بالعربي، اللي عايز يقرأ ويطلع عليها يقرأ صفحة 136 و137. ندخل بعد كده على التدريب، وآخر حاجة معانا في درس النهاردة التدريب. طبعا فيه 4 مسائل هنا أنا كاتبهم بطريقة رأسية عشان نسهل مع بعض عملية الجمع والطرح. فأول مسألة بيقول لي 3:45 + 25 هجمع الدقائق مع بعض والساعات مع بعض. 5+5 = 10، هكتب الصفر واطلع بالواحد. 1+4 بتساوي 5. 5+2 = 7، مش هينفع اكتب السبعة كلها لانها تبقى 70، فهجزئ السبعة عبارة عن 6 و1، فهكتب هنا الواحد، والستة هتروح في خانة الساعات بساعة، هجمعها مع الساعات. 1+3 = 4+0 = 4. تاني مثال برضو هنا جايب لي 2:45 + 6:17، هجمع 5+7 = 12، هكتب الاثنين واطلع بالواحد. 1+4 = 5. 5+1 = 6، الستة طبعا مش هينفع اكتبها كلها، هجزئها عبارة عن 6 و0، واكتب هنا الصفر، والستة تروح في خانة الساعات بساعة واحدة، هتبقى 1+2 = 3، 3+6 = 9، يبقى 9 ساعات و2. مثال رقم 3 هنا بيقول لي 3:07 − 42. طبعا مش هينفع اطرح 7 دقائق من 42، استلف من الساعة 1، طبعا هتبقى 3 هتبقى 2، والواحد اللي هيروح في خانة الدقائق هيبقى ب60 دقيقة، 60 دقيقة، وعندي 7 هنا يبقى 67 دقيقة. كده ينفع اطرح 67 + 42، 7+2 = 5، و6+4 = 2، واطرح الساعات من بعض، 2+0 = 2. بعد كده مثال رقم 4 بيقول لي 5 ساعات و7 دقائق + 2:13. طبعا هطرح الدقائق من الدقائق والساعات من الساعات، بس هنا عندي 7 دقائق و13 دقيقة، مش ينفع اطرح 7 من 13،
هستلف من خانة الساعات، الخمسة هتبقى 4 والسبعة هتبقى 67، فهطرح 67 ناقص 13، 7 ناقص 3 بتساوي 4، و6 ناقص 1 بتساوي 5، و4 ناقص 2 بتساوي 2، يبقى ساعتين و54 دقيقة. كده احنا حلينا الاربع مسائل دول، بس انا كاتبهم بطريقة رأسية عشان نسهل مع بعض عملية الجمع والطرح. اللي عايز يحلهم بالطريقة الافقية عادي، واللي عايز يتبع الطريقة الرأسية زي ما احنا حلينهم برضو عادي مفيش مشاكل. اخر مثاليا معانا او اخر مثال، بس هما مرتبطين ببعض، رقم 5. تبدأ الغفوة الاولى لنملة الماء في الساعة 7:45 صباحا، وتستمر لمدة 60 ثانية. يعني النملة دي بتنام 60 ثانية او بتنام دقيقة واحدة، فعايز يعرف متى تستيقظ. طبعا هقول 7:45 زائد دقيقة واحدة، 60 ثانية هحولها لدقائق، وهشوف هي هتستيقظ امتى. يعني هتستيقظ الساعة 7:46 دقيقة. هجمع 5+1 بتساوي 6، 4+0 بتساوي 4، 7+0 بتساوي 7. يعني النملة بتستغرق في الغفوة بتاعتها دقيقة واحدة. يعني متى تستيقظ؟ يبقى هتستيقظ النملة الساعة 7:46 دقيقة. رقم 6، بعد ذلك تعمل النملة في المستعمرة لمدة 3 ساعات و13 دقيقة قبل أخذ الغفوة الثانية. متى تأخذ النملة غفوتها الثانية؟ في رقم 6 بيقول لي النملة، تعمل النملة في المستعمرة لمدة 3 ساعات و13 دقيقة. يعني هي بعد ما تقوم من الاستيقاظ الساعة 7:46 بتشتغل 3 ساعات و13 دقيقة. عايز يعرف هو متى تأخذ النملة غفوتها الثانية. هقول الساعة 7:46 دقيقة اللي هي وقت الاستيقاظ طبعا، ووقت العمل اللي هو 3 ساعات و13 دقيقة. هجمع برضو عدد الساعات مع بعض، 3+6 بتساوي 9، 4+1 بتساوي 5، و7+3 بتساوي 10. تأخذ النملة غفوتها الثانية الساعة 10:59 دقيقة. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، ونشوفكم في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.